تتواصل فعاليات مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في أكثر من موقع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ذلك ضمن مجموعة من المحافظات التي تستهدفها الحملة. وتهدف الحملة إلى رفع العبء عن كاهل المواطن وتخفيف الأعباء عنهم. وانطلقت المبادرة لليوم بمنطقتي ميدان مسجد التوبة وكوبري إفلاقة بشارع مدينة كونيا وسط إقبال كبير من المواطنين. متواجدين في محافظة البحيرة على مدار الأيام اللي فاتت كنا متواجدين على مستوى المحافظة، النهاردة متواجدين في دمنهور. دمنهور النهاردة في نقطتين، نقطة منهم الموجودين حاليا دلوقتي قدام جامع التوبة، وفي منطقة النقطة التانية كمان موجودة في أكبر ميادين برضو المحافظة في ميدان فلاقة. يمكن زي ما أنت حضرتك شايف الزحمة اللي موجودة، الحمد لله إقبال الناس على اللحمة كويس، الأسعار معاها فرقة، يعني بدأ زي ما حضرتك شايف الكيلو ب 185 جنيه، وإن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية هنغطي أكبر قدر من المحافظة ومن المدينة إن شاء الله.